أول افتتاح رسمي حق مونتانيا كوتور اللي بليلة جاليري بالسرداب. الكوليكشن ركزت على شغلتين، أنه يكون ناعم وكلاس، ركزت على أنه يكون في طلب كل زبونة من النفانيف الطويلة أو النفانيف القصيرة اللي تصلح لكل مناسبة. البساتين طبعا وايد خفيفة وايد ناعمة، ركزت على حركة الرفلز الأنثوية ودخلت فيهم الريش والكريستال اللي تحبه كل مرة. أتمنى 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 أن يعجبكم الكوليكشن، تعالوا زوروا مونتانيا ولا ترددون. اليوم الحمد لله تم افتتاح كولكشن السهرة للمصممة ريام اللهو ومريم اللهو، وتم افتتاح محلنا الجديد مونتانيا كوتور في مجمع ليلى جاليري الدور الأرضي. حياكم الله كلكم، تعالوا استكشفوا الكولكشن إن شاء الله يعجبكم. مونتانيا كوتور وهو الأول في الخليج لمونتانيا لبدلات السهرة، يتضمن مجموعة كبيرة من فساتين السهرة وأيضا بالإضافة إلى تصاميم المصممة الكويتية ريام اللهو. طبعا مونتانيا كوتور مثل ما أنتم عارفين أنه هو يتضمن بدلات العرايس، بدلات الحفلات أو المناسبات والاستقبال. المحل يتضمن مجموعة كبيرة من الملابس أو فساتين السهرة، الحقائب والإكسسوارات اللي تتعلق في السهرة. في مونتانيا دائما أن نحب ندعم طاقاتنا الشبابية مثل ما دعمنا الطاقة الشبابية المصممة ريام اللهو، ومونتانيا تدعو في هذا الفيديو إلى كل مصممة كويتية حابة أن تطلق كولكشنها، حياها الله العيد أوسع لها من المكان. وهني مونتانيا بافتتاح مونتانيا كوتور في ليلى جاليري في البيزمنت مع المصممة الكويتية المبدعة جدا واللي أحبها وايد مريم اللهو أو ريامي. التصاميم وايد حلوة فريدة عصرية ما راح تشوفونها بأماكن ثانية، وضروري تشوفونها.